الحمد لله علام الغيوب، الحمد لله الذي تطمئن بذكره القلوب، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اعز مطلوب واشرف مرغوب، والصلاه والسلام على النبي المحبوب. وبعد، من الاسئله المشهوره والمتوارده على السنه كثير من الراغبين في دخول هذا المجال، وهو: هل يلزم الراغب في الدخول لهذا المجال أن يتعلم لغة أجنبية ليدخل ويمارس هذه المهنة ويمارس هذا المجال؟ الجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من الناحية المنهجية التربوية، ومن هذه الناحية فإنه لا يلزم ذلك، فإن طرائق التدريس الحديثة قاضية بأنه يتم تعليم اللغة المستهدفة بنفسها، لا أن نستخدم لغة وسيطة. لماذا؟ حتى يسهل الاندماج السريع في اللغة المستهدفة، وهي هنا اللغة العربية، وحتى لا يقع في هذا الخطأ القاتل، وهو أن يستخدم الطالب اللغة بنظام وقواعد وتراكيب لغته الأم، بحيث يحدث هنالك تداخل لغوي في أثناء إنتاجه الحديث، فترى أن الكلام وأن اللفظ عربي لكنه يتكلم وفق نظام لغته الأم، لأنه دائما ما يستخدم اللغة الوسيطة في أثناء تعلمه. تجد الطالب مثلا دائما ما يقول: جديد كتاب. لماذا؟ لأنه يتكلم وفق نظام لغته الأم، كالتركية مثلا يني كتاب، أو الإنجليزية نيو بوك، فهو يسقط النظام اللغوي للغته الأم على اللغة المستهدفة. والسبب في ذلك في أن معلمه يستخدم هذه اللغة الوسيطة. فمن الناحية المنهجية التربوية قد لفظوا طريقة القواعد والترجمة واستخدام اللغة الوسيطة في تعلم اللغة الثانية. هذا بالنسبة للوجه الأول من ناحية المنهجية التربوية. من زاوية أخرى ننتقل إلى المكان الذي ستدرس فيه العربية كلغة ثانية ونوعية التعليم. من هذه الناحية هناك بعض الأماكن تشترط في المعلم أن يكون عالما بالعربية بلغة ثانية، بحيث يستطيع أن يتواصل مع الطلاب، حتى وإن لم يتواصل مع الطلاب في ناحية التدريس يتواصل معهم من الناحية النفسية والإلمام بالجوانب الاجتماعية الأخرى، فهذا مرده إلى المكان نفسه. وبعض الأماكن التي عملت فيها في مصر أو هنا في تركيا لا يشترطون هذا الأمر في أن يجيد المعلم لغة الطلاب، اللغة الأم للطلاب، لا يشترطون هذا، وإنما هذا مرده إلى المكان نفسه الذي ستدرس فيه اللغة العربية بوصفها لغة ثانية. ومن ناحية نوعية التعلم، المقصود بنوعية التعلم هنا هل سيدرس العربية مباشرة مع الطلاب بحضورهم بالنظام الذي يشترط الحضور، أو أن يدرس العربية عن طريق الإنترنت، يعني لا يكون هناك تعليم مباشر مع الطلاب، وإنما يكون عبر الشبكة الدولية. 99% من المراكز يشترطون أن يكون المعلم ملما باللغة الإنجليزية إذا كان سيدرس العربية عبر الإنترنت، خاصة إذا كان هؤلاء الطلبة من المبتدئين، ويشترطون ذلك ربما لأن وسائل التعليم عبر الإنترنت تكون محدودة أو أقل من وسائل التعليم المباشر. وسائل التعليم المباشر دائما المعلم يتواصل مع طلابه، يستخدم لغة الجسد، يستخدم التعبيرات والتمثيل، بخلاف الإنترنت والإمكانيات المحدودة لبعض المراكز وهذه الشركات، فلذلك توجب على من يريد أن يتقدم لهذه الوظائف أن يكون ملما باللغة الإنجليزية. فهذا بالنسبة للمكان الذي تدرس فيها اللغة وطبيعة القائمين على هذا المكان، هل يشترطون اللغة الإنجليزية أو لا؟ وطبعا تحديد اللغة الإنجليزية لسعة حضورها وانتشارها، ولأنها لغة العلم الآن. وبالنسبة لنوعية ومجال التعلم، هل هو تعليم مباشر أو تعليم عبر الشبكة الدولية أو الشبكة الدولية عبر الإنترنت؟
هناك ننظر إلى جواب هذا السؤال من منظور آخر، من جهة فرص العمل وتوسيع الآفاق بالنسبة للمعلم وثقافته. لا شك ولا يختلف اثنان على أن المعلم إن كانت لديه لغة ثانية فهو في وجه التفضيل والمقارنة مع غيره ممن سيدخل هذا المجال سيكون أولى وسيكون عاملا من عوامل الترجيح. فالمعلم الذي لديه لغة ثانية لا شك أن عقله ومداركه وثقافته ستكون أوسع ممن انغلق على لغة واحدة. ولذلك كثير من القائمين على اختيار المعلم العربية كلغة ثانية يفضلون من لديه لغة ثانية وإن لم يستخدمها في مجال التعليم، لأنه سيكون قد وقف على مفاصل صعوبات ومداخل سهولة تعليم اللغة من خلال تعلمه للغة أجنبية، وسيطبق ما قد استفاده وما قد رآه أنه يسهل من تعليم اللغة في أثناء العملية التعليمية في صفه ومع طلابه. فتعلم اللغة الثانية يفتح الآفاق وفرص العمل ويجعل المجال رحبا بالنسبة إلى المعلم الذي يكون لديه لغة ثانية. طبعا اللغة الثانية التي تشترط أكثر المعاهد أو الجامعات أو المراكز أن يكون ملما بها هي الإنجليزية، لما قلنا من قبل من سعة حضورها وانتشارها، وهي لغة العلم الحديث الآن، ولا قليل من فئة قليلة هي التي ربما لا يكون لديها خلفية عن اللغة الإنجليزية. هذا بالنسبة للجواب من أكثر من جهة، من الناحية المنهجية التربوية، ومن ناحية المكان وطبيعة ومجال العمل، ومن ناحية أنها توسع فرص العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.